الجواز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بينما المركز الثاني والمنطلق على ثاني المراكز هذه التحديات يأتينا شاهين هنا المنطلق من هجنة زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. شاهين يأتينا على المركز الثالث من هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي. الناوي من ينطلق على المركز الرابع، الناوي منطلقا هنا لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي القادم من جلفار هنا بقيادة قايد فيلق السوان علي بن سعيد بن محمد الخاطري من يتابع بهذه الانطلاقة. بينما المركز الخامس دير بالك لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس هناك النداوي لهجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز السابع. المركز السابع ويأتينا هنا الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في تضمير المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز هملول في المركز الثامن. والمركز التاسع كذلك هناك هملول هنا هماليل ينطلقا بقيادة الظافر علي بن يميل لوهيبي وما أسست هجن الرئاسة المنطلقة في هذا التحدي الجميل. بينما عاشر المراكز يأتينا صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري من ينطلق على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذه الانطلاقات والتحديات. نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع متعب المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب الصغير هنا أبو عبد الله من يقدمه سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. النداوي في المركز الثاني هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا المستحيل في المتابعة. من الجانب الآخر يأتي الناوي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي قايد فيلق السوان في المتابعة علي بن سعيد بن محمد الخاطري من يتابع على المركز الثالث. شاهين في المركز الرابع هجن زعبيل هنا يأتينا بهذا الانطلاق المميز هنا بهذا الأداء. هجن زعبيل التابعة سيد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع. وعلى المركز الخامس شاهين في المركز الخامس هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هملول في المركز السادس وهملول الآخر في المركز السابع هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل لوهيبي في المتابعة الدقيقة. المركز الثامن ويأتينا هنا في المركز الثامن الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع أحد شباب الخوانيق هنا سعيد بن عبيد الحميري في تضمير. المركز التاسع وافي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي في تضمير. وعلى المركز العاشر والمنطلق صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري كابتن الطيارة في تضمير من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي المميز الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه التحديات المتميزة نعود مشاهدينا الكرام بهذا الأداء نعود بالتحدي المميز نعود إلى الصدارة إلى المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك النتيجة
النداوي، النداوي من غير على الصدارة غير على المقدمة وعلى المركز الأول. النداوي النداوي من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري، من ينطلق هنا المستحيل على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني عاد متعب هناك من الجانب الآخر في هذا التحدي الجميل. متعب متعب هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميره، يأتينا الناوي الناوي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي بقيادة علي بن سعيد بن محمد الخاطري، الله يا قائد في نقصوان. هنا أيضا نبغي إبداعات وتحديات متميزة في هذا المساء المميز الجميل. المركز الرابع، المركز الرابع هملول، في المركز الرابع هجن هنا الرئاسة راشد بن هنا أي علي بن مي الهيبي من يتابع ووصل شاهين، هجن العاصفة مع غياث الهلالي في تضمير، من يأتينا بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. هملول القادم هنا أيضا من هجن الرئاسة مع علي بن مي الوهيبي، من ينطلق على سادس المراكز. وفي المركز السابع، المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز هنا بتحديات شاهين هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من ينطلق في هذه التحديات الجميلة والإثارة المتميزة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل. هناك وافي القادم أيضا بالتحديات، وافي بهذه الانطلاقات هنا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة السهيل بن مبارك بن مرخان في تضميره. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التحديات هنا في هذا الأداء. رباعية رباعية جميلة تنطلق بالتحدي، تنطلق بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم في هذا الأداء المميز الجميل. هنا النداوي، النداوي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. النداوي النداوي من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضميره، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الناوي، الناوي والنداوي يا سلام، هنا لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد بن محمد الخاطري في تضميره. أما على المركز الثالث، المركز الثالث يأتينا هملول هنا من هجن الرئاسة الظافر علي بن مي الوهيبي شاهين في المركز الرابع هنا مع 2 كيلومترات هنا شاهين في المركز الرابع، وهنا هجن العاصفة غياث الهلالي المركز الخامس، وصل هملول هجن الرئاسة علي بن مي الوهيبي شاهين القادم، هجن العاصفة مع غياث الهلالي أيضا قادم بهذه التحديات المتميزة الجميلة في هذا الأداء المميز مشاهدينا الكروم بهذه التحديات. هنا هنا النداوي على صدارة، النداوي على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط من بداية الانطلاقة، وهو مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة، مسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. النداوي من مؤسسة هجن
الرئاسة مع هنا راشد بن محمد بالسمة المنصوري في تضميره من ينطلق بصدارة وبالمركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني يأتينا هملول في المركز الثاني هنا من هجن الرئاسة أيضا هنا في تضميره في هذه الانطلاقات علي بن يمي اللوهيبي. أرى شاهين من الجانب الآخر شاهين 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 هجن العاصفة وغياث الهلالي في تضميره من ينطلق بالتحدي المميز الجميل. يا سلام تحديات مع الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير هنا في التحدي المميز والإثارة المتميزة في هذا الأداء الجميل. إذا النداوي وشاهين هنا في تحدي مسائي جميل. النداوي النداوي على صدارة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضميره هنا ينطلق بهذه اللحظات ينطلق بالتحدي وبالإثارة المتميزة الجميلة. شاهين في الملاحقة شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي ولكن الصدارة الصدارة هنا مع النداوي المنطلق بصدارة المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. تهانينا تهانينا لمؤسسة هجن الرئاسة على فوز النداوي بالمركز الأول. تهانينا لداعم هذه المؤسسة تهانينا أيضا للقائمين عليها في هذا الأداء. شكرا بوذياب شكرا أسد الوثبة على هذا الأداء المميز. شكرا للمستحيل راشد بن محمد بالسمة المنصوري على هذا الفوز المميز للنداوي ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية. إنما المركز الثاني شاهين في المركز الثاني هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بينما المركز الثالث ثالث المراكز هنا والتحديات إذا هملول وهملول من أتى يأتنا على المركزين الثالث والرابع. هجن الرئاسة هنا مع علي بن ميل لوهيبي والمركز الخامس الناوي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي مع علي بن سعيد بن محمد الخاطري هنا في هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة. سادسا هجن زعبيل التوقيت الزمني 12 دقيقة 44 ثانية جزء واحد من الثانية التوقيت الزمني الذي يقدم النداوي من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمة المنصوري. بينما المركز الثاني وصل في هذه الانطلاقة هنا مع أيضا شاهين ب 12 دقيقة 51 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا غياث الهلالي. بينما المركز الثالث وصل هملول على المركز الثالث هنا من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بقيادة عفوا علي بن ميل لوهيبي من أتانا على المركز الثالث بهذه الانطلاقات والتحديات. تهانينا 13 دقيقة 3 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن. متواصلين مشاهدينا الكرام أيها الحفل الكريم أيها الأعزاء المتابعين مع حضراتكم انطلاقات ومواصلة بالتنافس في هذه الأمسية أمسية الكبار يوم الثنائي